اش ضريبة راه سميتها مساهمة، يعني مساهمة ديالكم في واحد الصندوق. هاد المساهمة راه عندها صبغة اجتماعية ماشي صبغة ضريبية، ولات كتنبني على الثقة، على التصريح ديالكم، على رقم المعاملة نتوما اللي كتصرحوا به. حيد ديك السلطة التقديرية تاع المفتش يدير اللي بغا، مرة يطلع مرة يهبط، ما بقاش. ولات الشفافية، ولات انني نصرح ونختار انا الطريقة والوقت والمبلغ شحال. هذا ورش ملكي، بغينا كلشي نخرطو فيه. حنايا خدمنا بيرمانونس السبت والحد، وكنا نجلسو حتى 12 ديال الليل، وزدا خدمنا البارح، وما عندناش مشكل، ونزيدو نخدمو، بيبان مفتوحين. أي مشكل إلا يكون عندو الحل. حنا بيبان ديالنا مفتوحين. كان التمديد نورمالمون كان الأجل حتى الأربع اللي داز، التمديد حتى الحد. وخا هكداك اللي عندو شي حاجة حنا موجودين، بيبان ديالنا محلولين. نحن اللي كيهمنا ان هاد الفئه ديال التجار اللي هي ديالكم كانت في المغرب تاع الفورفي اللي كان كيديروا الفورفي كانت كتجاوز 500000. تخيلوا هذه 500000 كلها مثلا غادي تادير غادي تنخرط في هاد المساهمه، وغادي الانسان غادي يستافد من هاد من المزايا والفوائد اللي كيعطيهم الصندوق الوطني. كل واحد مثلا عنده نديروا الزوجه ولا عنده واحد غير جوج اولاد، شوفوا شحال العدد اللي غادي يستافد من التغطيه الصحيه. راه التاجر الله يكون في العون، اليوم خدام غدا ما خدامش، ما عرفتش شنو يوقع له غدا، حتى واحد ما ضامن راسه. ولكن على الاقل يضمن باللي راه عنده حتى هو وقع له اللي وقع له عنده اللي يهزو. راه المساهمه المهنيه كتنبني على مبدا التضامن، نضامنوا. راه المينيموم 100 درهم في الشهر. راه كاين اللي ما عندوش حتى باش يشري يمكن غير دوا تاع 20 درهم و 5 درهم كتجي بزاف. حنا فعلا كنقولوها نعاودوها، حنا اداره كنسعاو وكنجتهدوا اننا نكونوا في المستوى ديال الانتظارات ديالكم، وبغيناكم تعاونونا. الانتقادات حنا كنرحبوا بها، لان بالانتقادات كنزيدوا لقدام، كتكون ايجابيه ونقدروا عليها. كاين شي حاجه هنايا اللي نقدروا عليها على الصعيد الاقليمي تحت الامره تاع السيد العامل نديروه، كاين على الصعيد الجهوي نديروه، كاين على الصعيد الوطني نديروه. ما نشوفوش الكاس غير بشحال خاوي، نشوف عاطيك بشحال عامل. تقدر يكون فيه سلبيات شي حاجه، ولكن كاين اليات باش يتعدل، باش يكون مزيان، باش يتقاد يكون ما احسن. ولكن البدايه مزيانه مشجعه، راه هادشي كامل راه داف في الصالح ديالكم، في الصالح تاع التجار والمهني والحرفي اللي ما كانش عندهم التغطيه الصحيه. هذا هو بيت القصر، دوك نديرو في اليد في اليد، وحنا موجودين في اي وقت. ورحنا الامره تاع السيد العامل كان شي اسئله. شكرا جهودات ديال الاخوان تاع الموظفين اللي خدموا ليل نهار، ان تكون المنطقه الشرقيه الحمد لله انها كتبوء المرتبه الاولى الحمد لله، وهذا على جرى الثقه. وكنعاودوها حنايا الهدف نتاعنا انه هاد المساهمه هاد الوش الملكي ننجحو. الا كاين شي عائق نجلسو نشوفو شنو هو المشكل وندرسوها سيدي، كما قال سيد العامل لله هنا نفكو هنا كاس تاع الوطني نشوف، ما خصنا شي حاجه اللي. وهذا الشيء راه دائما نعملو الخير في المستقبل، راه المستقبل ديالنا وتاع وليداتنا على الاقل. شكرا سيد العامل، شكرا.